السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. هنبدأ مع بعض شرح كامل لمنهج أولى ثانوي الترم الأول 2025. الشرح من كتاب المعاصر، كتاب جميل، عرض شيق، نسخة جيدة جدا. هنبدأ مع بعض شرح كامل للمنهج وحل كامل لكتاب المعاصر، وكمان هناخد مع بعض قصة تريجر آيلاند، جزيرة الكنز. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وهسيب لكم ان شاء الله صور من إجابة الكتاب على صفحة القناة على الفيس، هتلاقوها في لمحة وهتلاقوها في صندوق الوصف. ونبدأ مع بعض. المنهج مكون من 6 وحدات، 6 units. الجزء الأول بيشمل 3 وحدات بعنوان Community، المجتمع، والجزء الثاني 3 وحدات بعنوان Communication، وسائل التواصل. نبدأ مع بعض الجزء الأول Community، المجتمع، و Unit 1 Getting Away، الذهاب بعيدا. كل يونت هناخده في 3 فيديوهات، فيديو شرح وحل الدرس الأول والتاني، ثم الفيديو التاني شرح وحل الدرس التالت والرابع، ثم الفيديو التالت والأخير في كل وحدة هو أهم النقط وامتحان الوحدة. يبقى هناخد حوالي 18 لكتشر، 18 محاضرة، 18 فيديو، ثم ناخد القصة والامتحانات. ونبدأ مع بعض Unit 1 Getting Away، Page 12، صفحة 12. Part 1، الجزء الأول، Lessons 1 and 2، الدروس الأول والتاني. Vocabulary، كلمات. Part 1 Vocabulary، الجزء الأول الكلمات. طبعا الكلمات مهمة جدا، لازم تتحفظ، تتقسم لمقاطع ونحفظها. Key Vocabulary، الكلمات الرئيسية. Conservation، 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 حماية البيئة أو الصيانة. وما نتلخبطش بين Conservation و Conversation. Conversation دي محادثة، لكن Conservation حماية البيئة. نقسم الكلمة المقاطع، Conservation. Conservationist يعني من أنصار حماية البيئة، شخص يحاول الحفاظ على البيئة. Conservationist، Conservationist يعني من أنصار حماية البيئة. دي طبعا نون اسم ودي نون. Ecosystem، النظام البيئي. Ecosystem، Ecosystem، النظام البيئي. جنب الكلمة ممكن نلاقيها نون يعني اسم، adjective يعني صفة، adverb يعني حال. في كلمة تنفع نون وverb يعني اسم وفعل وهكذا. يبقى ecosystem، النظام البيئي. ecotourism، ecotourism، السياحة البيئية. endangered، دي adjective، دي صفة. endangered، معرض للخطر أو مهدد بالانقراض، زي الكثير من الحيوانات. endangered. environment، البيئة. environment، البيئة. طيب environmentally، بيئيا. environmentally يبقى environment، البيئة، دي ناون اسم. في environmental بحط لها ال اللي هي بيئي، دي جاية صفة، لكن environmentally دي adverb حال. بيئيا، impact، تأثير أو يؤثر، تيجي verb فعل أو ناون اسم. isolated، بعيد أو نائي أو منعزل. isolated، isolated، قول مثلا الجزيرة دي معزولة أو الجزيرة دي بعيدة. isolated. lean، lend، lent، ده الفعل وده تصرفاته. lean بمعنى ينحني أو يميل أو يتكئ. material، مادة خام، زي وود الخشب مثلا. spicy، spicy، حار أو متبل بالبهارات. spicy. sustainable يعني مستديم، مستدام أو صديق للبيئة. sustainable دي زي ما نقول مثلا إيه؟ solar energy، الطاقة الشمسية. هي إيه sustainable؟ هي مستدامة أو صديقة للبيئة، يعني لا تلوث البيئة. swell، swelled، swollen، up، بيجي معها up. swell up يعني يتورم أو يتضخم أو يتزايد. ده التصريف الأول، ده الثاني، ده الثالث. نحفظ التصريفات. trek يعني رحلة طويلة، وخاصة الرحلة الطويلة دي تبقى سيرا، يعني بيمشوا المسافة طويلة سواء في جبال مثلا. تريك. يونيك، فريد من نوعه أو مميز. يونيك. important vocabulary، المفردات الهامة.
annoyed. annoyed طب عرفنا احنا يعني ايه adjective صفه، noun يعني اسم، خلاص فهنقول بقى الكلمه على طول. annoyed متضايق او منزعج، لما اصف شعور شخص، واحد متضايق، واحد منزعج. annoyed annoyed annoyed. في annoying لما اشيل الاي دي واحط اي ان جي، شيء مزعج، حاجه تاثيرها، او شخص مزعج، حد بيأثر بإزعاج، أو العربية دي مزعجة. لكن annoyed بالإي دي دي هي حد بصف شعوره، متضايق، منزعج. attractions 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 عوامل الجذب، زي عوامل الجذب السياحي. beauty الجمال، في beautiful جميل. bite bit bitten، bite يعني يعض، وتيجي بمعنى عضة، والماضي bit وتصريف التات bitten. considerate يعني متفهم او مراعي لي، considerate considerate. coral reefs coral reefs شعاب مرجانيه. council مجلس او قنصليه، زي البريتش كونسل، القنصليه البريطانيه. create يخلق او يبتكر، create. destination destination يعني وجهه السفر. اقول لك what is your destination، ايه وجهه سفرك، رايح فين؟ to america مثلا أو to England. destination هو مقصدك، المكان اللي رايحه. destination. destroy يدمر، والمال بتاعها destroyed، والتصريف التالي destroyed. destroy. disaster كارثة أو مصيبة. disaster. disconnected منفصل أو منعزل. disconnected أو غير متصل. disconnected. dragon dragon تنين. drop يسقط أو يوقع. eco hotel يعني فندق صديق للبيئة، يعني لا يلوث البيئة. إيكو هوتيل. إيكو تريب يعني رحلة صديقة للبيئة. إكزيست يوجد أو يتواجد. إكزيست يوجد أو يتواجد. فاسي إيتر. فاسي إيتر يعني شخص صعب الإرضاء في الطعام، مش عاجبه حاجة. جاينت جاينت عملاق. هارم ضرر أو يضر بي. هارم. educate يعلم، في education التعليم، دي verb. educate دي جاية فعل بمعنى يعلم، والمال بتاعها educated. internal يعني داخلي، internal. introduce يعني يقدم أو يطرح، introduce. lemur يعني قرد الليمور، lemur. limited محدود، limited في سرعة محدودة مثلا. locals السكان المحليين اللي هم في المنطقة مثلا، أو بتكلم مثلا عن سكان منطقة كذا، locals. أورانتان أو أورانجتان الاتنين صح. هو إنسان الغاب بيسموه كمان الكسلان، أورانتان. otherwise 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 وإلا، otherwise otherwise. path path ممر أو طريق مشاة، path. properly بشكل ملائم أو على أكمل وجه أو بشكل صحيح. properly properly. provide يوفر أو يزود، provide provide. public يعني عام أو شعبي. rebuild rebuild. هنا build لوحدها يعني يبني، طب عايز أقول يعيد بناء يعني يبني مرة تانية، هتبقى rebuild. طب والمال بتاعها rebuild. remote بعيد أو نائي، remote. مثلا remote area منطقة بعيدة. ريموت كنترول نظام التحكم عن بعد. ريزيدنت ساكن أو نزيل. سايت موقع، سايت 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 يعني موقع، زي ويب سايت موقع على الانترنت. سولوشن يعني حل. سان بيز يعني يأخذ حمام شمس أو يتعرض للشمس. فيكتيم ضحية. فولنتير يتطوع تيجي فيرب، ومتطوع تيجي نون، تيجي فعل واسم. فولنتير المال بتاعها فولنتيرد، والتصريف التالت فولنتيرد. بيج 13 صفحة 13. هيستوريك تاريخي، هيستوريك تاريخي زي مثلا هيستوريك بليس مكان تاريخي. هيستوريك بيلدينج مبنى تاريخي، يعني حاجة عصرة التاريخ. انكلودينج يعني بما في ذلك أو متضمنا، دي بروبوزيشن تعتبر حرف جر. including احنا قلنا voluntourist يعني سائح متطوع، voluntourist. wildlife wildlife
حياة برية. هنا definitions تعريفات. الكلمة وتعريفها، مش لازم أحفظ التعريف في النص بس أفهم، عشان لما يجيلي في الامتحان يتشوز اختياري ويجيب لي التعريف أقدر أختار الكلمة. هنا بيقول لي conservation حماية البيئة. إيه هي حماية البيئة؟ تبقى the protection of natural life حماية الحياة الطبيعية. conservationist يعني حماة البيئة أو شخص يحمي البيئة. a person whose job شخص وظيفته is to help protect natural things إن هو يساعد في حماية الأشياء الطبيعية. such as مثل wild animals الحيوانات البرية، forests الغابات، etc. إلى آخره. ecotourism السياحة البيئية. a type of a holiday نوع من أنواع الأجازة that helps local people بتساعد السكان المحليين. and doesn't damage ولا تتلف the natural environment البيئة الطبيعية. endangered معرض للخطر. in danger of disappearing forever يعني في خطر الاختفاء للأبد إن هو ينقرض. impact أثر أو تأثير. the effect that an action هو أثر حدث or a person has on someone تأثير حدث أو شخص على شخص ما or something أو على شيء ما. isolated منعزل. disconnected يعني منفصل أو غير متصل. from other people and places من الناس الآخرين والأماكن. from other people and places lean يعني ينحني. to be in a sloping position يعني يكون في وضع مائل. to be in a sloping position. materials مواد خام. the things الأشياء that are used اللي بتستخدم for making or doing something للقيام بشيء أو فعل شيء. spicy متبل بالبهارات يعني مليء بالبهارات. containing chili or other spices يعني يحتوي على فلفل حار أو توابل أخرى. that give a burning feeling بتدي شعور حراق. with pleasantly strong taste ومذاق قوي تحس ان انت فرحان بس هو ايه بيحرق. sustainable يعني صديق للبيئة أو مستدام. able to continue يعني قادر أن يستمر without causing damage بدون تسبيب ضرر to the environment للبيئة. swell بيجي معاه حرف الجر up يتورم أو يلتهب. to get bigger and rounder than normal يبقى أكبر وأكثر استدارة من العادي. trek يعني رحلة طويلة. mission a hike. walk on a difficult journey يبقى تمشية رحلة برية صعبة طويلة. unique فريد أو مميز. special or the only one of its type or quality مميز أو الوحيد من نوعه اسمه إيه unique. exercises on vocabulary تدريبات على الكلمات. page 13 choose the correct answer from A, B, C or D اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. بعد ما درسنا الكلمات والتعريفات نبدأ نحل. نقط is a type of holiday نوع من أنواع الأجازة that doesn't damage the natural environment لا يدمر البيئة الطبيعية ده اسمه إيه؟ اسمه ecotourism السياحة البيئية. نقط means in danger of disappearing forever في خطر الاختفاء للأبد ده اسمه إيه في خطر الاختفاء للأبد؟ تبقى endangered يعني معرض للخطر. page 14 صفحة 14 things that are used أشياء يتم استخدامها for making or doing something للقيام بشيء or هنسميها إيه؟ materials المواد الخام. نستخدم مثلا الوود الخشب to make tables and chairs عشان نعمل كراسي وترابيزات يبقى materials. not is the protection of natural life هي حماية الحياة الطبيعية يبقى المحافظة على البيئة يبقى conservation. not is someone شخص ما who works to protect animals اللي بيعمل لكي يحمي الحيوانات plants النباتات etc. إلى آخره. or to protect old buildings أو بيحمي المباني القديمة
يبقى conservationist المحافظ على البيئة. Not is the effect that an action or a person has on someone or something. Not هو التأثير اللي الحدث أو الشخص بيأثر على شخص آخر أو على شيء آخر، يبقى impact تأثير أو أثر. Pollution has some bad effects، لدى التلوث الكثير من الآثار السلبية السيئة. On the balance of our، على توازن إيه؟ أكيد توازن نظامنا البيئي، يبقى ecosystem النظام البيئي. If you fill a balloon with water، لو أنت هتملأ بالونة بالمية، it will swell up، هتتنفخ يعني. The tiger، النمر. The tiger is a not animal، it may die out soon، ممكن ينقرض. die out يعني ينقرض قريبا، يبقى endangered يعني معرض للانقراض. We use not friendly material to keep the surroundings، طبعا هتبقى we use environmentally friendly material. دي جاية adverb بتصف adjective، والadjective بتصف noun. The Komodo dragon، the Komodo dragon تنين الكومودو، is not to Indonesia أو Indonesia أو Indonesia، كل ده في النطق صح. It doesn't live anywhere، يبقى هو is unique، هو فريد من نوعه. فين؟ في دولة أندونيسيا، لا يعيش في أي مكان آخر. هبة wants، تريد هبة to be not، أن تكون إيه؟ to protect animals and plants، عشان تحمي الحيوانات والنباتات. يبقى conservationist الشخص المحافظ على البيئة. being not can cause feelings of loneliness and sadness، كونك ايه ممكن يسبب شعور الوحدة والحزن. يبقى isolated شخص منعزل بعيد عن الناس. the explorers spend the day، المستكشفون قضوا اليوم نقط through forests عبر الغابات and over، يبقى trekking في التمشي، trekking في التمشي عبر الغابات. It is obvious that من الواضح smoking has a very bad نقط on our health، ان التدخين ليه تأثير ايه سلبي، يبقى a bad impact. water or water not has become a necessity، المية ايه اصبحت ضرورة. as we will need each drop in the future، بنحتاج او سوف نحتاج كل نقطة مية. يبقى water conservation الحفاظ على المية هو ضرورة. my father Abby asked me، طلب مني. not to not over the balcony as I might fall، انا ما ملش ناحية البلكونة عشان ممكن أقع. يبقى لين يميل أو يتكئ. We should protect the نقط so that we can live in a clean world، ينبغي أن نحمي environment البيئة لكي نعيش في عالم نظيف. page 15 صفحة 15. village people build their houses with local نقط، هنا السكان في القرية بيبنوا منازلهم بإيه؟ أكيد مواد خام محلية، يبقى materials مواد خام materials. although not food is tasty it can make you feel uncomfortable، طعام لذيذ بس ممكن يخليك غير مريح، يبقى إيه؟ spicy food، الطعام اللي فيه بهارات كتير. tourism السياح is not when we protect touristic places، السياحة ايه؟ لما نحمي الأماكن السياحية sustainable يعني مستدامة. Egypt is developing، تطور مصر نقط. to protect the environment along the Red Sea coast، مصر بتطور ايه عشان تحمي البيئة على طول ساحل البحر الأحمر. طبعا عشان تحمي البيئة
يبقى بتطور ايكوتوريزم، السياحة البيئية، ودي السياحة اللي بتحافظ على البيئة. فازر: يا أبي، let me not my friend علي، اسمح لي أقدم لك صديقي علي. يعني يقدم introduce، يقدم introduce. مريم placed her name on the list of نقط، أدركت أو وضعت مريم اسمها على قائمة إيه؟ as لأنها she likes working for charities، تحب العمل لدى المؤسسات الخيرية، يبقى volunteers على قائمة المتطوعين. as soon as she saw her father in the airport، بمجرد ما لقت أبوها في المطار، she knocked her suitcases and ran towards him، هي أكيد أسقطت أو وقعت شنطها وجريت ناحيته. هنا drop يسقط، drop يسقط والماضي بتاعها dropped، fell هنا وقع المضارع بتاعها fall، fell fallen، يبقى fall هو اللي وقع، drop لو هو اللي أسقط هو اللي وقع الشنط، يبقى هي اللي وقعتها يبقى dropped. I not to look after my baby sister when my mother goes out، أنا تطوعت أعتني بأختي الرضيعة لما أمي كانت في الخارج، يبقى volunteer، أو أنا بتطوع أعتني بأختي الصغيرة، يبقى volunteer يتطوع. Luxor is an important tourist نقط، الأقصر مدينة الأقصر هي هتبقى attraction، معلم جذب سياحي مهم، يبقى معلم من معالم الجذب السياحي المهم attraction. I am traveling to Aswan in 3 days، أنا بسافر أسوان في 3 أيام. It is my next، هي مفروض جهة الوصول التالية، يبقى destination، destination المقصد اللي أنا بقصده. In prison في السجن، criminals المجرمين are not from the outside world، المجرمين منعزلين منفصلين من العالم الخارجي، يبقى نقول disconnected، disconnected، disconnected. try to be not of other people's feelings، حاول تكون مراعي لشعور الآخرين، يبقى considerate of، considerate of. when the food is not prepared it is both healthy and tasty، لما الطعام يكون معد بصورة صحيحة بيبقى صحي وليه مذاق جيد، يبقى properly، properly. نقط means related to the environment، معناها ليها علاقة بالبيئة، تبقى ايكو، ايكو ايكولوجي مثلا، يبقى ايكو بتساوي environment بتساوي البيئة. some نقط work in the tourist industry، عايز اقول بعض السكان المحليين بيعملوا في صناعة السياحة، يعني السكان المحليين locals، طبعا local ده محلي، اقول عليها local people، يعني local بتيجي صفة للاسم، لكن locals بعض السكان المحليين، واحنا عايزين هنا اسم عشان بعد السبجكت او الفاعل verb، فعل. the tourists السياح lay on the beach، بيستلقوا على الشاطئ، ليه؟ to sunbathe، عشان ياخدوا حمام شمس. pollution نقط the environment، التلوث يضر بالبيئة، يبقى harms. air pollution تلوث الهواء، is really نقط، تلوث الهواء هو ايه؟ هو disaster، disaster هنا بمعنى كارثة. page 16 صفحة 16. the heart القلب is one of the نقط organs، هتبقى internal organs، واحد من الأعضاء داخل الجسم. one of the نقط in the hotel is an important man from Canada، is an important man from Canada، واحد من النزلاء في الفندق هو رجل مهم من دولة كندا، يبقى residence النزلاء اللي هم قاعدين في الفندق. not enjoys themselves without damaging the environment، من اللي بيتمتعوا بأنفسهم بدون ما يدمروا البيئة، طبعا ايكو تورست، ان ايكو تورست السائح البيئي بيتمتع بدون تدمير البيئة. هنا جيب لي vocabulary study، هنا بيقول لي في كلمات مهمة جدا جدا بيجي معها
حاجه اسمها verbal collocations. verbal collocations يعني ايه verbal collocations؟ يعني متلازمات لفظيه. يعني مثلا كلمه problems مشاكل، ممكن اقول bring problems يعني بيسبب مشاكل، او cause problems يسبب مشاكل. طيب a flight يعني رحله جويه، عايز اقول بيركب او بيسافر بالرحله الجويه الى، اقولها ازاي؟ catch a flight to. طيب يوفر وظائف، create او حتى provide، create jobs for، يجد حل، find a solution. بيتوه، get lost. هنا يغوص، go diving. يبقى go من الافعال اللي بيجي وراها الرياضات اللي فيها ing زي go swimming، go diving، go snorkeling، او حتى افعال فيها ing زي go shopping يذهب للتسوق. have a holiday يعني يحصل على اجازة. have an impact on لو اثر على. make notes يدون ملاحظات او take notes. start university يعني يبدأ الجامعة. start university يعني يبدأ الجامعة. take a taxi يركب تاكسي. يبقى لما يجيلي في الامتحان diving اختار make ولا go؟ لا go diving، وهكذا. synonyms مترادفات الكلمة ومعناها، او الكلمة واقرب معنى ليها. تيجي في الامتحان بيقول لي the synonym of the word معنى كلمة. طب تعال نشوف advantage ميزة، merit او upside. طبعا هو جايب لي المعاني القريبة، ممكن فيها اختلافات بسيطة لكن نحفظوها. advantage merit او upside. crowded يعني مزدحم او مكتظ. congested او busy. impact اثر، effect او influence. isolated يعني بعيد او نائي او منعزل. remote far away. material يعني قماش او مادة خام، هنا بمعنى قماش. fabric او clothes. spicy يعني متبل بالبهارات. hot. sustainable يعني مستدام. lasting او continuous. trick hike او journey. unique فريد من نوعه او مميز. special او unusually good. antonyms دي المتضادات، الكلمة وعكسها. الword والانتونيم او الword والأوبزيت، الكلمة والعكس. advantage ميزة، disadvantage او demerit او downside، ده ايه؟ العيب او السلبية. crowded مزدحم. empty او deserted بمعنى فارغ او مهجور. giant عملاق. tiny صغير جدا. tiny. minute هنا نطقها minute لما تيجي شيء تفصيلي او شيء صغير او small صغير، دي لو قلتها، لو قلتها minute تبقى بمعنى دقيقة، لان عايز نطقها هنا minute بمعنى صغير جدا او small. isolated بعيد. close عكسها قريب، برضو نطقها close مش close. close دي لما تيجي فعل بمعنى يقفل، لكن close بمعنى قريب او nearby او neighboring. isolated sociable ممكن تبقى بمعنى منعزل، هنا بمعنى اجتماعي. يبقى ممكن تكون مكان بعيد او شخص منعزل. sustainable عكسها unsustainable، حطينا قبلها prefix، مقطع قبل الكلمة اعطونا عكسها. unique عكسها ordinary او everyday او common او normal. page 17 صفحة 17. derivatives of key vocabulary مشتقات المفردات الرئيسية، مهمة جدا المشتقات دي، بتساعدني احفظ بسهولة، اعرف من الكلمة الفعل مثلا بقت اسم، بقت صفة لو في اسم تاني، بتساعدني وكمان في جمل. conservation يعني المحافظة على البيئة. طب تعال نشوف كده. conserve يصون او يحمي، والماضي بتاعها conserved. it is important من المهم، to انا عايز مصدر، تبقى to conserve the environment مهم نصون البيئة. conservation الصيانة او الحماية. the conservation of the environment حماية البيئة. is important مهمة. conservationist من حماة البيئة. conservationists حماة البيئة. work hard بيعملوا بجدية. to protect the environment عشان يحموا البيئة. conservative تقليدي او محافظ على التقاليد، اسمه conservative. my father is a conservative person هو شخص محافظ على التقاليد.
endangered. كلمة danger خطر، ودي جاية ناونا. A careless driver، السواق المهمل، puts his life، حط حياته، in danger، في خطر. كلمة endanger يعني يعرض للخطر أو يخاطر، ودي جاية verb والمال بتاعها endangered. A careless driver، careless driver، السواق المهمل، endangered his life، بيعرض حياته للخطر. هنا عايز نون، هنا عايز verb. endangered، معرض للخطر. The life of a careless driver يعني حياة السائق المهمل، is endangered، معرضة للخطر. dangerous، خطير. It is dangerous، إنه يكون خطير، to travel with a careless driver، إن أنت تسافر مع سواق مهمل. environment، البيئة. environment، دي جاية نون. We all must protect the environment، يجب علينا كلنا أن نحمي البيئة. environmentalist يعني خبير بيئي. Some environmentalists have talked to us، بعض الخبراء البيئيون تكلموا معنا، about how to protect the environment، عن كيفية حماية البيئة. environmental، بيئي، ودي جاية صفة. pollution is an environmental problem، التلوث مشكلة بيئية، الصفة وصفة الاسم. environmentally أو environmentally، بيئيا أو بصورة بيئية، ودي جاية adverb حال. cars that run on electricity، السيارات التي تسير بالكهرباء، are environmentally friendly، ودودة بصورة بيئية. دي جاية adjective ودي جاية adverb، والadverb الحال بيصف صفة. isolated يعني منعزل. isolate يعني يعزل أو يفصل. it is important to isolate coronavirus patients، مهم تعزل مرضى الكورونا فيروس. isolation، العزلة أو الفصل. the isolation of coronavirus patients، فصل مرضى الكورونا فيروس، is important، أكيد مهم. isolated، منعزل أو منفصل. coronavirus patients، مرضى الكورونا فيروس، must be isolated، يجب أن يكونوا منفصلين أو منعزلين from other people، من الناس الآخرين. material، ممكن تيجي بمعنى material، مادة خام. wood is a hard material، الخشب مادة خام صلبة. وmaterial تيجي بمعنى قماش. this shirt is made of soft material، القميص ده مصنوع من مادة خام ناعمة. وmaterial تيجي بمعنى مادي أو ملموس، تيجي هنا adjective بمعنى مادي أو ملموس. the police have material evidence، البوليس عنده دليل مادي، دليل ملموس. that he is a thief، ان ده لص. page 18، صفحة 18. lean يتكئ، والمادي بتاعها lent. don't lean on this dirty wall، لا تتكئ على on this dirty wall، على هذه الحائط المتسخ. lean تيجي adjective بمعنى نحيف أو منحوت الجسد، منحوت يعني رفيع خالص. he was lean، tall and muscular، هو نحيف طويل وذو عضلات. lean يعني خالي من الدهون، يبقى ليها كذا معنى. my children like lean meat، أطفالي بيحبوا اللحمة الخالية من الدهون. leaning، مائل. don't go near this leaning wall، ما تروحش ناحية هذا الحائط المائل. يبقى lean بمعنى يميل، تيجي verb وتيجي adjective بمعنى نحيف أو خالي من الدهون، leaning، مائل. spicy، spice بمعنى يتبل. mom has spiced the fish، أمي تبلت السمك. وspice تيجي بمعنى تابل، مفرد توابل. mom has put spices، حطت توابل into the fish، في السمك، تيجي verb وتيجي noun. طب spicy دي adjective بقى، دي صفة، حار أو متبل بالبهارات. I like spicy food، بحب الطعام إيه؟ spicy، المتبل بالبهارات. sustainable يعني مستدام. sustain يعني يحافظ على أو يبقى. a speaker should sustain the listener's interest، ينبغي على السبيكر أن يحافظ على اهتمام المستمع، شوف هو عايز إيه. sustainability، conservationists هو المحافظون، are interested in environmental sustainability، مهتمين باستدامة البيئة، أو البيئة تبقى إيه؟ استمرارية، يعني فيها حفاظ عليها. sustainable يعني مستدام أو صديق للبيئة. cycling،
is a sustainable activity. هو نشاط صديق للبيئة. volunteer تيجي فيرب بمعنى يتطوع والماضي بتاعها volunteered. سما and her friend سما أصدقائها volunteered تطوعوا to help the old woman عشان يساعدوا المرأة العجوزة. volunteer تيجي بمعنى متطوع. سما and her friends سما أصدقائها were the volunteers كانوا المتطوعون who helped the old woman اللي ساعدوا المرأة العجوز. voluntary عمل تطوعي أو شيء تطوعي جاي adjective يبقى دي verb ودي noun ودي adjective فعل واسم وصفة. we thanked سما شكرنا سما and her friends وأصدقائها for their voluntary work لعملها التطوعي. يبقى المشتقات أو الديريفاتيفز مهمة جدا 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 لازم نذاكرها. expressions تعبيرات and idioms مصطلحات. at least على الأقل at least close to قريب من. environmentally friendly صديق للبيئة environmentally friendly except for فيما عدا except for famous for مشهور به. first of all قبل كل شيء first of all. for example على سبيل المثال for example go on a boat trip يذهب في رحلة بالقارب. go on a boat trip. go on holiday ياخد أجازة. in progress يعني مستمر. keep safe يبقى بأمان. make sure يتأكد نحفظ ان should بيجي معها make safe بيجي معها keep. that's all for now ده كل ما لدي الآن. the local council المجلس المحلي. tourist destinations أماكن يقصدها السياح زي شرم الشيخ كده. tourist industry صناعة السياح أو النشاط السياح tourist industry. page 19 صفحة 19 verb plus preposition فعل زائد حرف جر زي benefit from يستفيد من. نحفظ الأفعال وحروف الجر اللي بتيجي معها. blow off يسقط أو يطير blow off. cycle across يقود الدراجة عبر. disappear from يختفي من. educate about يعلم عن. educate about. find out about يكتشف أو يعرف عن. get back يسترد أو يستعيد. get back. get to يصل إلى. go back to يعود. introduce to يعرف على. keep as يحتفظ بكذا. lean on أو lean against يسند على. lean on أو against يتكئ على. هنا بحط هنا الشيء هنا بحطه متصل يبقى lean something on lean something against يبقى أنا في شيء لكن lean on أو against برضو يتكئ على. lean out of ينحني إلى خارج. manage to يتمكن أو ينجح. trek across أو trek through يعني يسافر مسافة طويلة. trek into أو in هنا يسافر مسافة طويلة عبر هنا يسافر مسافة طويلة في داخل. trek into أو in في داخل أو إلى داخل. هنا جايب لي clear the confusion يعني لاحظ الفرق حاجات مهمة جدا هناخده الفرق منها بصورة مختصرة. كلمة arrive يعني يصل بس arrive دي مش بيقولها مفعول. my father hasn't arrived yet يعني أبي لم يصل حتى الآن خلاص arrive ما جاش ولا مفعول. طب عايز أقول يصل إلى لازم أحط بقى المكان بقى لازم أحط بقى المكان. رودينا arrived at Cairo airport هو السؤال مطار القاهرة مكان كبير ولا صغير؟ احنا بنعتبره مكان صغير الدولة أو المدينة مكان كبير لكن مثلا مطار مدرسة فندق متحف ده مكان صغير ف arrive at يصل إلى مكان صغير زي كايرو إيربورت يبقى arrive at يصل إلى مكان صغير نسبيا. طيب رودينا arrived in Cairo هنا arrive at عشان مطار القاهرة هنا arrive in أو arrived in عشان القاهرة والقاهرة ده مكان كبير اللي هي عاصمة مصر مدينة القاهرة يبقى at مكان صغير in مكان كبير. طيب get بيجي معها to رودينا got to Cairo Airport يبقى وصلت رودينا إلى مطار القاهرة الساعة 9 هنا جوت طبعا جيت المال بتاعها جوت بيجي معها تو جوت تو بتيجي مع الاماكن الصغيره بقى الكبيره مفيش اي مشكله. ريتش تيجي بدون حرف جر لما نتكلم عن الاماكن.
ودينا ريتشيت كايرو ايربورت، وصلت ودينا مطار القاهره ات 9. يبقى الفرق هنا arrive لما جاش وراها مكان عادي ما نحطش مفعول، لكن at arrive at مكان صغير، arrive in مكان كبير، get to يصل الى، reach يصل بس بدون حرف جر. contain include consist of، contain يعني يحتوي على شيء موجود جواه. this bag الشنطة contains تحتوي على some books and pens بعض الكتب والأقلام. يبقى جوه الشنطة كتب وأقلام. كلمة include يعني يشمل أو يتضمن، يتضمن بعض مكونات الشيء. يعني مثلا the program of the trip برنامج الرحلة includes يشمل أو يتضمن a visit to the high dam زيارة إلى السد العالي. يبقى يشمل أو يتضمن. مثلا لما أتكلم على المنيو تشمل مثلا خدمة. كلمة consist of يتكون من، زي الشقة بتتكون من كده. my flat شقتي consists of تتكون من three bedrooms ثلاث حجرات نوم، a reception وreception a kitchen مطبخ، and two bathrooms وحمامين. يبقى contain يحتوي على شيء موجود جواه زي الشنطة جواه حاجات، include يشمل زي القايمة، consist of يتكون من زي الشقة. هنا educate teach learn bring up. educate يعني يعلم أو يدرس أو ماشي لحد مثلا في مدرسة أو في جامعة. this school هذه المدرسة educates disabled children بتعلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب teach، teach يعني يعمل بالتدريس اللي هو مثلا teacher مدرس. Mr. Nasser teaches at a secondary school هو بيدرس في مدرسة ثانوية، في مدرسة ثانوية. يبقى teach يعلم أو يدرس في مثلا مدرسة. بيج 20 صفحة 20. هنا teach برضو بتيجي بمعنى يعلم ثم وراها مادة أو موضوع. teach يعلم كفعل أو يدرس بيجي وراها المفعول اللي هي المادة أو الموضوع. زي مستر ناصر teaches English يعلم الأستاذ ناصر اللغة الإنجليزية at a secondary school في مدرسة ثانوية. ممكن teach يجي وراها شخص اللي هو المفعول ثم how to والمصدر أو to والمصدر. دي حالات teach. Mr. Nasser teaches students بيعلم الطلاب to speak English أو how to speak English إزاي يتحدثوا اللغة الإنجليزية. learn يتعلم عكس يعلم. أحمد learns English يتعلم أحمد اللغة الإنجليزية. هنا يتعلم دي وراها المفعول at a secondary school في مدرسة ثانوية. برضو learn ممكن يجي وراها to أو how to والمصدر. أحمد learns يتعلم أحمد to speak أن يتحدث English at a secondary school يتكلم إنجليزي في مدرسة ثانوية، أو how to speak English إزاي يتكلم إنجليزي at a secondary school. bring up لا دي بقى يربي أو يهذب. this great woman الإمرأة العظيمة has brought up ربت her children alone أطفالها بمفردها. هنا has جوراها تصريف التات، والتصريف التات من bring up تبقى brought up. this great woman has raised برضو يبقى bring up أو raise بمعنى يربي، بمعنى يربي ويجوراها مفعول بتربي ولادها. else ليها استخدامات. تستخدم else بعد أدوات الاستفهام بمعنى أيضا. أقول مثلا what else do you want ماذا أيضا أنت تريد. يبقى هنا else بمعنى أيضا. where else will you go أين أيضا ستذهب. يبقى ممكن تيجي بعد أداة الاستفهام. وبرضو لها معنى آخر زي مثلا في بعض الكلمات أقول someone else somebody else شخص ما أيضا، أو something else شيء ما أيضا، أو somewhere ده في الإثبات. ممكن نقول anyone else anybody else anything else anywhere else everyone everybody everything everywhere no one nobody nothing nowhere. هنا بتكلم عن شخص، هنا بتكلم عن شيء، هنا بتكلم عن مكان. كلمة endangered وكلمة dangerous. كلمة endangered هي جاية adjective صفة، ودangerous برضو جاية صفة. طب ايه الفرق بينهم؟ endangered معرض للخطر سواء حيوان او عامل. the workers in the cave العمال في الكهف are endangered معرضون للخطر، هم اللي معرضون للخطر. طب the scorpion العقرب is very dangerous هو اللي خطير. يبقى endangered معرض لكن dangerous هو اللي خطير.
ناشونال يعني قومي أو وطني. صلاح is the captain of the national team، هو كابتن الفريق القومي أو الفريق الوطني المصري. أكتوبر 6 السادس من أكتوبر is a national holiday، أجازة وطنية. لكن international بمعنى دولي، يبقى ده خاص بوطنك، ده خاص بعالمي أو دولي. The Suez Canal is important، هي مهمة for international trade، للتجارة الدولية أو التجارة العالمية. Page 21 صفحة 21. local ليها كذا معنى، ممكن local بمعنى محلي أو إقليمي، ودي جاية adjective صفة. He works in the local council، هو بيشتغل في المجلس المحلي، فده noun اسم ودي adjective صفة، وصفت المجلس إن هو محلي. local بمعنى مكاني برضو أو موضعي. There is a local pain، في ألم موضعي. in my leg، في رجلي، في ألم في الحتة دي. يبقى ممكن تيجي adjective بكذا معنى، وممكن local تيجي noun اسم. one of the locals، واحد من السكان المحليين. guided us to the bank، أرشدنا إلى البنك. الفرق ما بين unique، special، private. unique يعني unusually good or special، حاجة مميزة جدا جدا، حاجة غريبة. I had a unique offer، أنا عندي عرض فريد. to spend 2 weeks in Paris، إن احنا نقعد أسبوعين في باريس. كلمة unique برضو تبقى بتساوي the only one of its kind، يبقى هو فريد من نوعه. each person has unique fingerprints، يعني كل شخص ليه بصمات أصابع فريدة، يبقى unique مميز أو فريد. special مميز أو خاص، لما أتكلم مثلا عن مهارات مميزة. she has special language skills، عندها مهارات لغة خاصة. private بقى بتكلم عن حاجة خاصة بيا، زي مدرسة خاصة، زي سيارة خاصة، زي درس خاص. مستر أشرف has a private car، عنده سيارة خاصة بيه، يبقى يونيك حاجة فريدة من نوعها، زي مثلا نوع من أنواع الحيوانات. special حاجة مميزة عند بعض الأشخاص، زي مهارة معينة. لكن private حاجة خاصة، ملكية خاصة بمعنى صح. هنا جيب لي بعد كده MRQ، choose the two correct answers out of the five options given، ده سؤال جديد بيجيب لي اختيارات، 5 اختيارات، هو مطالب او بيطالبك تختار 2 من 5، 2 من 5 مش واحدة، 2. طب تعال نشوف كده. a good student، الطالب الجيد. not notes of what his teacher says or explains، الطالب الجيد بيدون ملاحظات، بيكتب اللي المدرس بيقوله. يعني ايه يكتب؟ هقول takes notes او makes notes، يبقى الاثنين صح، يبقى انا بختار اللي ينفع مع الكلمة. It's not better to walk to an isolated area، يعني ليس من الأفضل أن تمشي إلى جزيرة منعزلة بعيدة. The word isolated can be replaced by، عايز كلمتين بيساوي كلمة منعزل. يعني إيه؟ ممكن أقول إيه؟ remote بعيد، وdistant برضو بعيد. الباقي طبعا ما ينفعش، لو ترجمنا close قريب كصفة، violent عنيف، smart ذكي أو أنيق، ما تنفعش. the tourist industry، صناعة السياحة. has had a big نقط on the local town، ليها تأثير كبير على المدينة المحلية. تأثير يعني impact أو effect. effect طبعا يؤثر، لا أنا عايز النون، a big impact أو effect. this nature reserve، هذه المحمية الطبيعية. is famous for its unique animals، مشهورة بحيواناتها الفريدة. unique is an antonym for، لاحظ هنا antonym عايز عكس أو عايز مضاد. عكس فريد إيه؟ هتبقى normal عادي، وcommon شائع أو عادي، هنا عايز العكس. page 22 صفحة 22. the government الحكومة does its best، تفعل كل ما في وسعها. to make tourism sustainable، عشان تجعل السياحة مستدامة. the synonym of sustainable، عايز معنى، عايزين معنى أو مرادف sustainable. synonym هنا عايز المعنى، معنى مستمر إيه؟ continuous مستمر
أو lasting. يبقى ركز، عايز المعنى ولا عايز العكس؟ The room was empty. الحجرة فارغة فاضية. And nobody showed up. The antonyms. هنا عايز بقى العكس أو المضاد. Of the word empty. عايز عكس كلمة فارغ. عكس كلمة فارغ crowded مزدحم. A full مليء. Shopping online. التسوق عبر الإنترنت. Has a lot of advantages. ليه الكثير من المزايا. The synonyms. مرادف. Of advantages. مزايا. هنا عايز معنى مزايا. معنى مزايا ايه يا ترى؟ معنى مزايا هنقول مثلا merits و upsides. يبقى merits و upsides الاتنين بمعنى مزايا. طبعا دي merits و drawbacks دي عيوب. reasons اسباب ما تنفعش. هنا عايز synonyms المعاني للكلمة دي. The jungle is full of dangerous giant animals. الغابة او الادغال مليئة بالحيوانات العملاقة الخطيرة. The antonym عايز عكس of giant. عكس كلمة giant عملاق. عكس عملاق tiny صغير الحجم. او minute. هنا لما تيجي بمعنى صغير جدا او تفصيلي تبقى minute. MCQ. ده اختار اجابة واحدة. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من أربع اختيارات. 8 people. 8 أشخاص. Not 2 children. متضمنين طفلين. Were injured. أصيبوا. In the explosion. في الانفجار. تبقى إيه؟ يتضمن. يبقى including. We have to not electricity. To avoid paying much money. يجب أن نحافظ على الكهرباء عشان نتجنب دفع الكثير من المال. يبقى conserve. هنا عايز verb. عايز فعل. have to be وراها المصدر. which of the following prefixes. اي من البدايات اللي بتيجي في بداية الكلمة. turn the noun in danger into a verb. بتحول كلمة danger. danger يعني خطر. عايز اخليها فعل. يبقى in danger. ده المقطع اللي بيجي في الاول. بدل ما اقول خطر اقول يعرض للخطر. no one. يعني ولا واحد. not but my father provides me with money. يبقى no one else. ولا واحد تاني. ابويا بس هو اللي بيديني ايه الفلوس. no one else. my father is a hotel manager. يعني ابويا مدير فندق. my father is a hotel manager. ابويا مدير فندق. he not sure that everything in the rooms is tidy and clean. يجب ان يتأكد ان كل شيء في الحجرات مرتب ونظيف. يبقى makes. makes sure. the museum is open daily. المتحف مفتوح يوميا. عايزه ما عدا for holidays الاجازات. يبقى except ما عدا. except يعني ما عدا. plastic is used to. البلاستيك بيتم استخدامه. not electric wires. عشان يعزل الاسلاك الكهربائية. كلمة isolate شخص معزول او منطوي او مكان بعيد. لكن insulate بعزل شيء بمادة عزلة. زي بعزل البلاستيك او بستخدم البلاستيك عشان اعزل الاسلاك الكهربائية. insulate. generous people. الناس الكرماء. are always ready. دايما مستعدين. to not voluntary work. اللي بيجي مع voluntary work do. مستعدين للقيام بالعمل التطوعي. page 23 صفحة 23. part 3 الجزء الثالث. reading and listening. القراءة والاستماع. نصوص القراءة والاستماع مهمة جدا جدا. لازم نقرأ مرة واثنين ونعرف الفكرة عشان لما يجيب لي اسي مثلا حتى لو صغير مقال اقدر اتكلم عنه. القطعة اللي في الامتحان الباسج او الكومبرهنشن لازم اكون قاري قطع كتير ومتدرب عليها. فالليسنينج اند ريدينج مهمة جدا. نبدأ مع بعض. ايكوتوريزم السياحة البيئية. is this the future. هل هذا المستقبل. what is ecotourism. بيعرف لي السياحة البيئية. Ecotourism is about providing holidays. السياحة البيئية هي عن توفير أجازات أو توفر أجازات. To places لأماكن which are often endangered. غالبا endangered معرضة للخطر. And isolated ومنعزلة. The holidays are designed. تصمم الأجازات. To have a limited impact. يكون لها تأثير محدد. On the local environment. على البيئة المحلية. To educate tourists. To educate tourists عشان يعلموا السياح. About conservation. عن المحافظة على البيئة.
يبقى الأماكن اللي معرضة للخطر، الأماكن البعيدة بيعملوا لها أجازات، وبيعملوا لها كمان مجموعة من الزيارات لكن بشكل مقنن، بشكل مقيد. مثلا Egypt is developing ecotourism، تطور مصر السياحة البيئية، to protect the environments، عشان تحمي البيئات، along the Red Sea coast، على طول ساحل البحر الأحمر، tourists، السياح، can stay in hotels، ممكن يقعدوا في الفنادق، built of، مبنية من إيه؟ environmentally friendly natural materials، من مواد خام طبيعية صديقة للبيئة. نحفظ التعبير ده، environmentally friendly natural materials. When tourists، لما السياح go diving، بيذهبوا للغوص، they are taught، بيتعلموا أو يتم تعليمهم how to avoid damaging، إزاي يتجنبوا the fish، السمك، and keeping the special coral reefs safe، والحفاظ على الشعاب المرجانية الخاصة أو المميزة بأمان. مدغشقر، جزيرة مدغشقر، is famous for its eco tourism، مشهورة بالسياحة البيئية، and wants to protect its ecosystem، وتريد أن تحمي نظامها البيئي، the animals and the plants in its environment، ايه تعريف بقى النظام البيئي؟ الحيوانات والنباتات اللي في البيئة. 80% 80% of the animals اللي من الحيوانات، and 90% 90% of the plants اللي من النباتات، that live there اللي بتعيش هناك، don't exist، مش موجودة anywhere else، في مكان تاني، in the world، في العالم. lemurs، نوع من أنواع القرود، for example، على سبيل المثال، only live in Madagascar، بتعيش فقط فين؟ في جزيرة مدغشقر. the Galapagos Islands، جزر الجالاباغوس، in Ecuador، فين؟ في دولة إكوادور، دولة إكوادور في أمريكا الجنوبية. are famous for the unique animals، مشهورة بالحيوانات الفريدة، such as، مثل the giant turtles، زي السلاحف الضخمة، which live there، اللي بتعيش هناك. إكوادور makes sure، تتأكد دولة إكوادور، that tourism، إن السياحة، is sustainable، مستدامة، only a limited number، فقط عدد محدد، of people، من ناس، can visit the islands، ممكن يزور الجزر، each year، كل سنة. so the animals، لذلك الحيوانات، and their environment، والبيئة، وبيئتهم، are safe، آمنة. the Komodo National Park، الحديقة الوطنية في كومودو in Indonesia، في دولة أندونيسيا، is a popular ecotourism destination، هي مقصد سياحي شعبي محبوب مشهور. much of، كثير من Indonesia's endangered wildlife، الحياة البرية المعرضة للخطر في أندونيسيا، including يعني بما في ذلك the Komodo dragon، تنين الكومودو، can only be found here، ممكن يوجد هناك بس، بنلاقيه هناك بس. the national park، الحديقة الوطنية، is also famous for its beach، مشهورة أيضا بشاطئها، with pink sand، بالرمال ذات اللون الوردي. page 27، صفحة 27. طبعا احنا بنقرأ جزء من reading and listening tickets، من نصوص الاستماع والقراءة بنقرأ جزء، عشان وقت الفيديو وقتكم. لو عايزين نكمل كل قطع reading and listening tickets، اكتبوا لنا في التعليقات وننزل ان شاء الله فيديو تكملة لكل يونت. هنا بيقول لي part for، الجزء الرابع، language، اللغة، هنتكلم على the past simple tense، زمن الماضي البسيط، بناخدوه بقالنا سنين بس كل سنة بيعمل إضافات للزمن. هنا بيقول لي زمن الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل، يعني مثلا بيقول لي أحمد visited، زار أحمد، his friends yesterday، أصدقاء امبارح، هنا ده التصريف الثاني، فعل منتظم، visit يزور، بقى visited زار، حطيت له إيدي، خدنا طبعا قواعد إزاي أحول الفعل من مضارع الماضي إلى منتظم، بحط له إيدي، ولو آخره إيه بحط له دي، لو واي قبلها حرف ساكن أحولها لآي إي دي، متحرك ما حولهاش، وهكذا. طب لو فعل غير منتظم بيتغير شكله أو بيفضل زي ما هو، ملوش قاعدة، زي سو. سو هنا بمعنى رأى، كان أصلها سيارة، يبقى سي الماضي بتاعها سو. هنا فيزيت فيزيتد، زي سو أ شو لاست نايت، شاف عرض الليلة اللي فاتت، يبقى الفعل المنتظم بحط له إضافات ثابتة، الغير منتظم يحفظ كما هو. طب لما كان في الماضي البسيط، لو فعل أصلي زي مثلا visited أو so، أحط didn't did not أو didn't والمصدر،
فأقول مثلا إيه didn't visit، لم يزور أحمد أصدقائه. didn't see، لم يرى أو لم يروا العرض الليلة اللي فاتت. ممكن أقول did not أو ممكن أقول didn't المختصرة، وده المنتشر والشائع. didn't والمصدر، didn't وإيه والمصدر. طب عايز أعمل سؤال بهل، بعمله بديد، بعمله بديد، ديد والفعل والمصدر. did you tidy your room، هل بترتب حجرتك أو هل رتبت حجرتك، أو yes I did أو no I didn't. did عمر do his homework، هل عمر عمل واجبه، أو yes he did أو no he didn't. يبقى you تحول لآي، لكن عمر أحط هي، لو بنت أحط شي، لو جامع أحط زي، وهكذا. did الإجابة في الإثبات did، وفي النفي didn't. طب لو سؤال WH أو HO يعني بيبدأ بأداة استفهام، بحط أداة الاستفهام ثم did والفاعل والمصدر. where did you watch the match، أين شاهدت الماتش؟ ممكن أقول له at the stadium، في الاستاد مثلا. why didn't you stay at a hotel، ليه ما قعدتش في الفندق؟ because it was bad، كان سيء. وليكن، يبقى هنا في نوعين من الأسئلة، yes و no، اللي هو سؤال بهل إجابته yes و no، وسؤال بيبدأ ب WH أو HO، ونحفظ تكوينه. لو عايز احول الجمله للمجهول في الماضي البسيط، ببدا بالمفعول ثم was aware والتصريف التالت، زي مثلا ايه، هنا بيقول لي مثلا جمله علي بلايد تشيس، علي لعب شطرنج يسترداي مثلا امبارح، عايز احولها للمجهول هبدا بتشيس. مفرد الشطرنج دي لعبه مفرد، احط was والتصريف التالت من بلايد بلايد، chess was played by علي أو chess was played، بس الشطرنج لعبة. جملة تانية، they watched a film last night، اتفرجوا على الفيلم الليلة اللي فاتت، عايز أحولها للمجهول هدور على فيلم الشيء، a film was watched، أو هنا يعتبر المفعول، الفيلم تم مشاهدته، الفيلم مفرد حطينا was والتصريف التالت، last night امبارح ممكن أقول by ثم they تحول إلى them. في كلمات تدل على الماضي البسيط، اه زي yesterday، last ago، once، once upon a time، the other day، in the past، in ancient times، in واي سنه فاتت زي 2011 etc الى اخره طبعا، او previously فيما سبق، وهكذا. زي مثلا I met some old friends in the club the other day، ده كلمه بتدل على الماضي فبختار الماضي البسيط اللي هي meet، الماضي بتاعها met فاختار met. مستر محمد moved to his new house 2 weeks ago، دي مدة زمنية منذ أسبوعين، يبقى اختار moved، اختار الماضي البسيط. يا مستر، ظروف التكرار دي بتعبر عن المضارع وبتعبر كمان عن الماضي، ما هي عادة في المضارع أو عادة في الماضي على حسب الجملة. طب تعال نشوف كده، يعني always، usually، sometimes، never، etc، أي ظرف من ظروف التكرار ممكن تعبر عن الماضي أو الجملة في زمن الماضي. سما always got up early when she was a student، يبقى عندما كانت صغيرة أو طالبة، she always got up، كانت بتصحى بدري، يبقى دي عادة في الماضي. اخترنا ليه always got مش always gets، عشان هنا when she was a student، عشان دي ماضي، عشان دي ماضي. page 28، صفحة 28، mini test 1، choose the correct answer from A B C O D، اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. هنا جيب لي قطعة أو جايب لي قاعدة صغيرة وعليها بعض الأسئلة، تكملة القاعدة ثم بعض الأسئلة عشان يثبت القاعدة. A week ago، منذ أسبوع. I not an apple tree in my garden، منذ أسبوع ده ماضي بسيط، أنا زرعت، يبقى أنا عايز جملة أكتف مبني المعلوم، يبقى planted، أنا زرعت شجرة تفاح في حديقتي. A week ago، منذ أسبوع، an apple tree، شجرة التفاح، هتبقى it زرعت، هو ماضي بسيط بس مبني المجهول، مبني المجهول، الابل تري دي مفرد، هتبقى was planted، مبني للمجهول في الماضي البسيط، بحط was or were والتصريف التالت مع المفرد was والتصريف التالت. زي نقط زي animals yesterday، هنا yesterday ده ماضي بسيط، يبقى بالامس، هم ما اكلوش حيواناتهم، they didn't feed، ده مبني المعلوم. their animals، حيواناتهم لم يتم اطعامها، يبقى ده yesterday امبارح ده ماضي بسيط بس مبني المجهول، يبقى weren't fed عشان دي جمع. احمد read an interesting story، قرأ احمد قصة شيقة، عايز اقول the other day. every day كل يوم ما تنفعش، now ما تنفعش الان، وكل يوم ago منذ لازم يجي قبلها مدة، زي a week ago مثلا منذ اسبوع. important notes، ملاحظات مهمة،
طبعا في حاجة اسمها verb to be، فعل يكون. في الماضي بحط was أو were. was أو were، زي مثلا he was at school yesterday، هو كان في المدرسة امبارح. طب عايزا فيها هتبقى wasn't، مالناش دعوة بقى ب didn't والمصدر، هي wasn't فيها wasn't. he wasn't at school yesterday، هو ما كانش في المدرسة امبارح. طب عايز أسأل سؤال أقول was he at school yesterday، هل هو كان في المدرسة امبارح؟ سؤال بهل. طب عايز اسال WH او HO questions، سؤال بيبدا ب WH او HO، ببدا بدات الاستفهام زي where اين، ثم was he yesterday، هو كان فين امبارح. لو was الاجابه yes he was او no he wasn't. لو where او اي اداه تانية بترجمها واحلها، زي مثلا اقول he was، هو كان at the نقط في كذا. برضو had، had هنا في الماضي البسيط بمعنى امتلك، والمضارع بتاعها have او has. had وبمعنى تناول او تناولت، يعني ليها كذا معنى. She had lunch at 2 o'clock، هي تناولت الغداء الساعة 2. طب النفي had، didn't have، didn't have. طب السؤال did والفاعل وhave، did والإجابة yes he did او no he didn't. هنا she yes she did و no she didn't، يعني had بس نفيها didn't have، والسؤال did والفاعل والمصدر. طب عايز ده سؤال بهل، طب سؤال ب WH او HO، احط وين او الاداه الاستفهام ثم ديد ثم الفاعل ثم المصدر. ديد والفاعل والمصدر، نخلي بالنا هنا هاد مختلفه. لما يجي مثلا هاد جوت، هاد جوت نفيها هادنت جوت، لكن هاد بس بدون تصريف تالت وراه نفيها didn't have، يبقى هنا هاد بدون تصريف تالت نفيها didn't have، والسؤال ديد والفاعل والمصدر او اداه استفهام ديد والفاعل والمصدر. ونلاحظ هنا قال لي not hadn't مش hadn't عشان ما فيش تصريف تالت، يبقى had نفيها didn't have عشان ما فيش تصريف تالت وراها. هنا not had she، برضو ما ينفعش اقول had she lunch، لا ما ينفعش. برضو not when had، ما ينفعش when had. طب امتى احط hadn't و had she و when had؟ لما يكون في تصريف تالت، اقول مثلا she hadn't got او had she got او when had she got. mini test 2، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. حسن نقط at school yesterday، هو الحسن ما كانش في المدرسة امبارح، تبقى wasn't. نقط at school yesterday ده سؤال بمعنى هل، عايز اقول هل كان حسن في المدرسة امبارح، يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع was حسن، هل كان حسن was حسن. where نقط yesterday، اين مثلا ايه، اين كان حسن امبارح، يبقى where was حسن yesterday. مفيش طبعا وير عشان ما يجيش معاه اسم مفرد ولا داس طبعا. I not lunch at home yesterday، انا ما اتغديتش في البيت امبارح، هتبقى ايه didn't have، لم اتناول lunch at home yesterday. هنا not lunch at home yesterday، هل تناولت الغدا امبارح في البيت، هتبقى did you have، did you have. page 29 صفحة 29، واستخدامات the past simple tense، زمن الماضي البسيط. هنا بيقول لي حدث بدأ وانتهى في الماضي، يعني انتهى من وقت، ممكن من ساعة، ممكن من يوم، ممكن من سنة، ممكن من 100 سنة، أهم حاجة انتهى من وقت. I visited، أنا زرت. My grandmother، جدتي. Last Friday، الجمعة اللي فاتت. الكلمة اللي بتدل على زمن الماضي وادي الفعل في الماضي. My father built this house، بنى أبي هذا البيت. 10 years ago، من 10 سنوات. دي الكلمة اللي بتدل على الماضي وده زمن الماضي. لاحظ ان last قبل المدة الزمنية، ago بعد المدة الزمنية. ممكن اقول قصة في الماضي، the baby was called، اتسمى البيبي الطفل الرضيع Oliver Twist. he was sent أرسلة to the orphanage، للملجأ. برضو في حالة if التانية، if ماضي بسيط ود والمصدر، حالة if هنتكلموا عليها وهنشرحوها. if I studied hard، لو انا ذاكرت بجدية I would pass this exam، هنجح في هذا الامتحان. بس طبعا هو حدث غير متوقع، يعني هو مثلا قدامه يوم او اتنين او تلاتة على الامتحان، فممكن ما يلحقش، هو مش متوقع بس مش مستحيل، يبقى ماضي بسيط ودول مصدر. past habits، عادات الماضي، العادات في الماضي. هنا بيقول لي انا عايز اتكلم عن عادة كانت في الماضي، هقول used to والمصدر، الفاعل used to والمصدر. he used to swim in the sea، اعتاد ان يعوم في البحر، بس دلوقتي لأ. She didn't used to wear glasses، هي لم تعتاد أن ترتدي نظارة، ما كانتش بتلبس نظارة، يبقى used to فيها didn't used to. وممكن أقول it was،
it was. ثم someone's يعني مثلا ايه الشخص او الضمير اللي بيعود على الشخص او صفة الملكية. ثم ايه habit to will مصدر. يبقى it was someone's او صفة الملكية الكلمة habit ثم to will مصدر. habit عادة. يبقى it was his habit كانت عادته to swim in the sea يعوم في البحر. ده اسلوب تاني. طيب ممكن اقول ايه they were used to working in the sun. هنا used to جه قبلها verb to be في الماضي was aware يجي بعديها ing يبقى شيء كان معتاد فعله في الماضي. هما كانوا معتادين يشتغلوا في الشمس يبقى used to. لو جه قبلها الفاعل فقط يجي الفاعل في المصدر. لو جه قبلها verb to be كمان اللي هو was aware مع طبعا مع الجمع were مع المفرد was يجي بعديها ing. I was used to eating salty food. اعتدت أن أكل الطعام المالح. أقول I was used to salty water. Salty food. طب هنا تعال نبص كده الجملة دي. احنا قلنا used to بيجي قبلها verb to be يجي بعدها ing. طب في بديل لverb to be ممكن got became grow برضو يجي بعدها ing. يبقى الخلاصة used to جي قبلها الفاعل فقط أحط مصدر. جي قبلها ده الكلام ده في المعلوم في الاكتف was aware او got او became او grew يجي بعديها الفعل في ing. I got used to the freezing weather in Canada. انا اعتدت على الطقس المتجمد فين في كندا. طبعا فعل في ing او اسم عادي ما دام جه قبلها got او became او grew او verb to be was aware في الماضي. I grew used to working on a farm. اعتدت ان انا اعمل في مزرعه. هنا بيقول mini test 3 mini test 3 choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C أو D من الأربع اختيارات. If we not by the sea, we would go swimming every day. هنا would والمصدر يبقى هنا ماضي بسيط. يبقى لو إحنا عشنا بجوار البحر هنروح للسباحة كل يوم. If ماضي بسيط would والمصدر. When I was a student عندما كنت طالب. عندما كنت طالب ده ماضي. هقول I get ما تنفعش. I get used. I get up early. لا طبعا. I used to getting up early برضو ما تنفعش عشان هنا used to بيجوها المصدر لو ما فيش قبلها حاجة غير الفعل. I was used to get برضو ما تنفعش. يبقى I was used to getting هنا used to بيقبلها verb to be جي بعدها ing. ده التركيب الوحيد الصح. دي مضارع ما تنفعش. ده تركيب خطأ كنا قلنا used to get. ده خطأ كنا قلنا was used to getting. يبقى was used to getting دي الوحيدة اللي صح. نقط go for a walk every week طبعا ده سؤال. هقول was he used to go for a walk. طبعا was he used to كان جي وراها ing. هنا مش ing ما تنفعش. كنا قلنا was he used to going كان اصلا he was used to going. طيب did he use طب فين to did he use go لا يبقى did he use to دي الوحيدة اللي تنفع. he used to ما تنفعش عشان ده سؤال. page 30 صفحة 30 Notes for advanced level ملاحظات للفائقين. هنا بيقول لي يمكن استخدام did والمصدر في الجمل المثبتة للتوكيد. يعني ايه يا مستر؟ احنا مثلا متعودين اقول I played chess yesterday. انا لعبت شطرنج امبارح. ممكن اقول I did play مفيش اي مشكلة. I did play ازاي يا مستر؟ انا مش بقول didn't play في النفي وممكن في الاثبات اقول I did play للتأكيد. يبقى you saw who stole the money yesterday. انت شفت اللي سرق الفلوس امبارح. طب انت عايز تأكد عليه. you did see احط did والمصدر. you did see who stole the money yesterday. شفت اللي سرق الفلوس امبارح للتأكيد. برضو هنا بقولي لاحظ استخدام الماضي البسيط في بعض الصيغ عشان اقول ان الحاجة دي ما تحققتش في المضارع. حط I wish ثم الفعل ثم ماضي بسيط. I wish سما had enough time to help me. أتمنى سما يكون عندها وقت كفاية تساعدني. ده ما حصلش فبحط wish وماضي بسيط. ايه معنى الجملة؟ سلمى can't help me. سلمى مش هتقدر تساعدني because she doesn't have enough time. ما عندهاش وقت. هي ما عندهاش وقت فأتمنى لو تساعدني. طبعا مش هتقدر عشان ما عندهاش وقت. هنا بيقولي it is about أو almost أو high ثم time وقت ثم subject ثم past simple. طب تعال نشوف كده واحدة واحدة. it is high time you returned home.
بتساوي يو ار ستيل اوت، يعني واحد ما زال في الخارج. طب ايه التركيبه؟ بحط it is high او it is about او it is almost ثم كلمه time ثم فاعل ثم ماضي بسيط. يبقى الخلاصه لما تلاقي التركيبه دي حط ماضي بسيط، حط ماضي بسيط. لما نلاقي التركيبه دي نحط ايه؟ ماضي بسيط. هنا بيقول لي فاعل would rather او فاعل would sooner ثم فاعل مختلف عن الفاعل الاول احط ماضي بسيط. يعني ايه؟ I'd rather you arrived، اتمنى لو انت وصلت. هنا I'd rather هنا فاعل، ودي would rather هنا فاعل مختلف عن ده. I you احط ماضي بسيط بمعنى you don't arrive on time، انت ما وصلتش في الوقت المحدد، انا اتمنى لو انت كنت وصلت المحدد. يبقى هو وصل ولا ما وصلش؟ لم يصل في الوقت المحدد. يبقى فاعل would rather او would sooner ثم فاعل مختلف عن الفاعل الاول احط ماضي بسيط. يبقى الماضي البسيط بيجي مع التمني عن شيء غير متحقق في المضارع، مع التعبير ده ومع التعبير ده. فاعل would rather او sooner مصدر. يعني ايه يا مستر؟ لو قلت I would rather you arrived، طب لو شلنا you يبقى I'd rather او arrive على طول. يبقى would rather فاعل ماضي بسيط، فاعل ماضي بسيط، لكن I'd rather من غير فاعل احط مصدر، احط مصدر على طول. I'd rather go shopping in the afternoon، افضل اروح للتسوق بعد الظهر. طب نلاحظ حاجه كمان، احنا قلنا يا اما rather يجي وراها مصدر مباشره، يا اما rather فاعل ماضي بسيط. طيب لو لاحظنا ان rather التعبير الاخير جه وراها فاعل بس في كلمه بتدل على الماضي البسيط احط ماضي تام. يبقى عشان ما نتلخبطش في الحاله دي، لو لقينا I'd rather احط مصدر، لو قلت I'd rather مثلا ثم فاعل احط ايه؟ ماضي بسيط. طب لو قلت I'd rather فاعل بس في كلمة بتدل على الماضي احط هنا ماضي تام. يبقى تلات حالات، rather مصدر، rather فاعل ماضي بسيط، rather فاعل وكلمة بتدل على الماضي احط ماضي تام. بالنسبة لصفحة 30 31 32 هي تدريبات على الدرس كله كزمن الماضي البسيط، grammar unit 1 lessons 1 and 2، هنزله في فيديو صغير عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. بعد ما تذاكر الكلمات وتحفظ قاعدة الماضي البسيط وتفهمها حلي وحل الأسئلة، وهنزله الفيديو القادم كمراجعة على الماضي البسيط. وإن شاء الله بعد كل فيديو هننزل الفيديو اللي وراه باستمرار ثم امتحانات الوحدة والقصة كمان. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تعملوا فولو لصفحة الفيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.